فابتدينا اول سنه مع الكابتن علاء ميهوب وعملنا معاه ماتشات كويسه بقى صغير اللي هو اساسيات الكوره، بيعلمك ازاي اساسيات الكوره، بيعلمك ازاي تبقى عندك الهدف بتاعك. ده الهدف ده في الجونه ماتش كاس مصر في الجونه ده كان في الدقيقه 88، كان نص دقيقتين والماتش يخلص. ما شاء الله انت مميز في كرات السله، لسه هتكلم في الصفاده في كل التفاصيل دي. كابتن علاء ميهوب بعد كابتن علاء ميهوب هو اللي كان اول مدرب اكتشفنا طبعا. طبعا كابتن علاء برضو من الناس اللي هو انا كنت بحبه جدا وانا صغير، وكان ابويا الله يرحمه كان بيعشق حاجه اسمها علاء ميهوب. انا ما اتفرجتش على كابتن علاء ميهوب خالص وانا صغير خالص، بس كان بابايا بقى كان بيقول لي ده كان حاجه يعني حاجه جميله جدا في نص الملعب، لعيب كبير جدا. فانا كنت بحب كابتن علاء ميهوب، فكان بيعلمنا اساسيات الكوره بقى واحنا صغيرين عند 10 سنين. بيعلمك ازاي تروح نادي الاهلي، ازاي تبقى وانت صغير عايز تكسب، ازاي وانت صغير تزعل لو خسرت، تقسيمه. اول سنه عدت برده كان مدير التنشئه كابتن ميمي شربيني، طبعا راجل انا يعني بحبه جدا برده، يعني في الكوره حلوه قوي. وهو اللي جابك اسامه، هو اللي جاب جيت انا موسم 96 واحنا معانا الصوره دي. يعني قول لنا بقى ابرز الموجودين البدري. ابرز الموجودين فيها قول لنا كابتن حسام طبعا اللي جنب كابتن حسام ده اسمه احمد ايوب، واللي جنب احمد ايوب بص هنا محمد حسن انا الصغير ده اللي تحتي انت تحت على اليمين ده موكشة دلوقتي بيلعب في شيرات الدخان وكان بيلعب في الحرس، علاء كمال اللي لاعب في المقاولين والزمالك وده واحد اسمه دابو برده دلوقتي بطل من زمان، وحازم حسن برده بطل من زمان. كابتن حسام كنتوا كام سنه في الوقت ده؟ كنا 11 سنه. 11 سنه حسام في البراعم. براعم دي ساعتها كابتن حسام هو اللي ماسكنا وكان ساعتها مستر كروفر هو اللي كان مسؤول عننا هو وكابتن محمد وهب وكابتن بدر رجب وكابتن حسام البدري، كان هم المسؤول عن البراعم كلها يعني. اول مدرب مسكه كان كابتن حسام البدري؟ كابتن علاء ميهوب. علاء ميهوب هو اللي كان تولى طبعا، وكابتن ضياء السيد الاثنين دول. طب الصوره الثانيه دي بقى، الصوره دي النهارده عندنا صور وذكريات حلوه قوي. هنرجعك بقى للايام الحلوه بتاعت النادي الاهلي. الصوره دي اوسي كانت كنا في الاستراحه استراحه النادي الاهلي طبعا. ده كان وزير الشباب الرياضه وكابتن حسن حمدي كان جاي يزور الاستراحه عشان كان الاستراحه كانت معموله على اعلى مستوى. كان جاي يشوف حاجه جديده، كان ساعتها كابتن محمد رمضان عامل الاستراحه على اعلى مستوى حاجه ده بمناسبه ان النادي الاهلي كان اول نادي يفتتح استراحه للناشئين في مصر، وكانت معموله وكان وزير الشباب الرياضه وكابتن حسن حمدي طبعا واللواء سفير نور واستاذ هشام سعيد مهندس هشام سعيد جايين يشوفوا النادي الاهلي ازاي بيهتم بقطاع الناشئين بالاستراحه. لا وكان كانت معموله على اعلى مستوى، وانت حضرتك كنت عارف عشان حضرتك كنت معايا في الاستراحه، فحضرتك كنت قد ايه الاستراحه كانت على اعلى مستوى كانك فندق خمس نجوم. وشوف قد ايه النادي الاهلي كان بيفكر في سنين كتيره من زمان قوي، كان اكتر نادي بيفكر لسنين كتير اللي هو قد ايه يهتم باولاده ويهتم باولاد المغتربين وازاي يعمل لهم تغذيه كويس وازاي يبنوا صح من وهو صغير وتروح مدرسه على حساب النادي الاهلي. كان قدامكم كاس ودروس. ده كان كاس النادي الاهلي، كان ساعتها واخدين بطوله في الناشئين، كان جبنا الكاس قدام عشان نصور، ودي كانت في الاستراحه. قول لنا الاسماء بقى، ابرز الاسماء اللي ده موجوده. ده الاستاذ فتحي كشك، ده كان على ده محمد شعلان اللي هو على الشمال كده، ده كريم الله يرحمه كان بيلعب مواليد 89 الله يرحمه كريم فايد، ده احمد مجدي كان احمد مجدي اللي كان معانا في الناشئين طبعا، الجيل بتاعي في الاهلي طبعا، واحترف في اليونان وبعد كده رجع الزمالك وانا اللي جنب احمد مجدي في النص انا كنت صغير قوي. عبد الله جلال وده احمد ياسين تقريبا احمد ياسين، وده فيليكس وده محمود رجب وكابتن طبعا حسن حمدي طبعا والوزير وكابتن هشام سعيد وتقريبا ده محمد شعلان او اللي هو سفير بالظبط. صور جميله طبعا وتحمل ذكريات جميله.